الحظ. صباح الفل على تونس الكل، ان شاء الله نهاركم زين. نبداو مع الحمل عشقة مزينة، وين تتنفس حب راهي باش تطور العلاقة وتعيش تغييرات إيجابية. الثور المرحلة الجاية واعدة بتطوراتها وأحداثها الممتازة، راهي الفترة الجاية باش تكون إيجابية، باش تكون زادة ترابية، والحظ معاك وين ما تكون. الجوزي حقق بعض الأهداف الشخصية، راهو عنده الفرحة، صفر تطورات، فما ازدهار وبوادر انفراج، تحقق المطلوب ومرحبا بالسعادة اللي تنور حياتك في القريب العاجل. وبرج السرطان تتبدل الظروف وتبعد على الأجواء الضغطة، وعلى قريب عندك جديد، وإن شاء الله يا ربي الفلوس تكون من نصيبك. والظروف الحالية في أحلى صباح راهي ملكية، مدامنا باش نحكيو على برج الأسد الناري، فترة فيها الربح الفلوس والطاقة القريب الكبيرة. ينعم زيد الأيامات الجاية عندك برش جديد حسب الفلك ماجي فرح. بالنسبة لمواليد الأسد، معظم النجاحات بترجع للشجاعة عزيزي أكثر منا للموهبة. إذا ما تحليت بالشجاعة والجرأة بمعظم الأحيان بتفوت فرص عليك وبتخسر مواقع. يمكن تلاقي نفسك قدام منعطف جديد بحياتك، أو قدام مشروع بيبصر النور بهالوقت، أو بتناقشوا مع بعض الجهات المعنية والقادرة. نتعدي ونحن للعذراء، عنده انفراج مهني وتنجح مفاوضاتك وتحقق المطلوب. وبرج الميزان يتحمس للجديد الفترة هذه، خليها للتقييم، ونهار اليوم يوعدك بالحظ الكبير. العقرب تتحسن الظروف العائلية والمهنية، وعندك انفراج المسألة علقة. زيد ليامات هذه راهي غرامية، تتخلص من مشاكل قديمة رافقت حياتك الشخصية. القوس نهار اليوم راهو يوعدك بانفراج، فما سعادة وأخبار تزين وجوهكم السمحة، راهي تتحسن الظروف العائلية وتعيش سعادة استثنائية، فما الفرحة، مشاريع جديدة ونتيجة إن شاء الله يا ربي راهي مرضية. الجدي يرتاح من التحديات، وباي باي للسلبيات، ومرحبا بالإيجابيات والإشارات الإيجابية، وترجع طاقتك المعنوية. الدلو أجواء ممتازة، فما الربح الفلوس والأخبار السارة بالرغم من الظروف الضغطة. ونختموا مع الحوت الرومانسي، على قريب راهو فما برشا جديد، هو راهو صبرك واجب، لنحبك تشكي ولا تعاتب.